مشهد غاب عن مدينة رام الله لسنوات طويلة. مئات الشبان تظاهروا وانتفضوا على المدخل الشمالي للمدينة حيث معسكر بيت إيل الاحتلالي. حناجرهم صرخت لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة، وألقوا الحجارة على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية ليصيب العشرات من المنتفضين. احنا هون في رد فعل طبيعي على اللي بصير في اخوتنا في غزة، اللي كل العالم ساكت، فاقل اشي احنا بنقدر نسوي لهم اياه نعبر عن رفضنا، نعبر عن غضبنا لهذا الاشي، واحنا مقصرين جدا في حقهم، ما بايدنا الا هيك. احنا بنرد عليهم وبغضبنا وبنعبر عن هذا الحكي في الشارع. احنا دائما موقفين مع اهلنا في غزة، والله يقويهم ويسدد ضرباتهم، مش زي الناس اللي قاعدة وساكتة. احنا دائما بنعبر عن غضبنا بهاي الطريقة. القنابل الغازية والرصاص المطاطي اطلقا بشكل عشوائي في منطقة سكنية. طواقم الاسعاف لم تسلم من همجية جيش الاحتلال، واستهدف بعضهم بقنابل الغاز، وعرقل جيش الاحتلال عمل الطواقم الطبية اثناء نقل المصابين من الميدان الى المشافي. تم نقل عدة إصابات إلى مجمع فلسطين الطبي، وإحنا قمنا بنقل إصابة حي في الفخذ، وكما ترون يعني الغاز المسيل للدموع معطل علينا شغلنا وإشي، ومش قادرين حتى الإصابة نروح نجيبها ما نقدرش نوصلها. والجيش ما بفرقش بين إسعاف ومتظاهرين في ساحة الميدان، يعني الطلق يوم ما يجي ما بكونش عارف وين رايح. هبة الشبان جاءت غضبا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وعلى ضمير عربي ودولي يسمع ويرى ولا يتكلم. رسالة الشبان الفلسطينيين بأن لا فرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة. تألمت غزة فانتفضت لها الضفة الغربية للتضامن مع من يموتون أشلاء تحت صواريخ القصف الإسرائيلي، ورد هؤلاء بأن قطاع غزة والضفة الغربية وطن لا يفرقه سوى الاحتلال. أحمد براهم، رؤية، من مدخل رام الله الشمالي.